یک ماه میهمان محضر کنید و این اجازه را به ما دادید تا سحرها عاشقانه با تو سخن بگوییم. الله اکبر ولله الحمد الحمد لله علی ما هدانا الله اکبر تکبیرت الاحرام نماز استنگ فطر و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم. اللهم اني اسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله اكبر. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.